يا للحارة نوري بيه طلع نوري بيه طلع أب صالح نوري بيه طلع وينه؟ وصل على بيت أبو غسان بالظاهر قرايبينه هنيك راح يشوفون يجي لهون الحمد لله معناها ما راح يتعكر العزاء لا إن شاء الله ما بيتعكر إن شاء الله ما يتأخر مشان نفهم منه شو القصة أنت شو أخذك على الداخلية؟ بعدين من وين لوين لحتى هذا المسيو يسمع منك ويطالعني كرمالك يسرى من امتى الحريم تبعنا بتروح لعند الموظفين بتاخد وبتعطي معهم بتتواسط عندهم قولي لي شو قصته هذا المسيو احكي لي لكولي على المسيو قص المسيو بقى هلا لا تبغي السيرة بلش دم يفور ويغلي ها احكي لي ان شاء الله ما بعد ما هالشهامة وهالرجولة يعني ما بدي اقول غيرة بس والله كأنه غيرة لك خلصيني احكي لي لك لما سمعت شو صار معك بالساحة رحت لعند المقوص صهري عزاد قلت لحالي بفهمنا شو القصة عم فجأة بيطلع لي هذا المسيو مثل الحرباية لأنه حرباية يا سيدي حية من تحت تبن وقعد ساعة ساعة عم يمدح فيني وبأبو غسان الله يرحمه شو يعني عم يمدح فيكي؟ لك توبرني بتعرفني بعشرين حية شبنا يعني هو يقول هس وأنا أطلع عليه بالعالي هيك لأجا ناظم بيك إيوه يعني حضر معكم ناظم بيك معلوم حضر بعدين حضر ولا ما حضر مستقل فيني يسرخانه ولو كفو يشهد علي ربي كفو ولو تمادى كنت قصيت راسه لهذا الحي بنص الداخلية لا تخاف علي الدوقدود لك يا سورة الدوقدود لا تبخاف عليك كتير والله قلبي كان حيوقف مشانك طلعت غالي وزيادة لا من هلا وريح لا تخافي علي أنا نوري وبعجبك لا بدي خاف عليك بدي خاف عليك وكتر كمان لك أنا معصفي لي غيرك شبك بعدين تعال أقول لك شغلة إذا هذا صياح بده يجيب لنا وجع راس بلا منه وبلا من قصصه أوعك تحكي هيك على أبو عدنان أنت بتعرفي إنه قلنا معه شغلة مهمة لك شبك كسرت لي إيدي لك لا هي مناغشة مناغشة ولي على قامت هيك مناغشة هو أنا يعني طبعي دفش شوي ريحتيني دفش كتير